استاذ علي بس الحذاء، الحذاء الحذاء ممكن ان تنزع الحذاء مالك وبعدين ندخل للمعبد. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في درب ملهم جديد من دروب. دربنا اليوم درب مختلف تماما، درب حساس جدا. اليوم درب الأقليات، هذا الموضوع الهام والذي يغفل كثير من الناس عن حقيقة أن وجود أقليات في مجتمع ما، ما هو إلا فعلا يزيد من جماليات هذا المجتمع وتنوعه الثقافي والمعرفي وحتى في التقاليد. الأقليات يا أحبة في المناخ الصحي تصبح مثل بهارات الطعام، تعطي نكهة وطعم مختلف لحضارة البلد. ووجود الأقليات يعني مباشرة بأن هذا الشعب متسامح وإلا كان ما احتضنها. دربنا الملهم في كردستان الجميلة لا زال مستمر، أقليات تعيش داخل أقليات، حياكم الله. الأقليات الغير مسلمة في المجتمع المسلم كانت دائما محل ترحيب منذ ما عرف بوثيقة المدينة المنورة والعهد العمرية وما جاء بعد ذلك. وأنا كنت من الناس اللي دائما يرددون عبارة أن الإنسانية تجمع المسلم وغير المسلم، لأن العبارة الأولى اللي يرددها الكثير من الناس بأن الإنسانية قبل الدين قد تفهم على أن الإسلام يفرق، وهذا غير صحيح بالشواهد التاريخية وبقراءة منصفة لتاريخ الإسلام الحقيقي. فلا يزايد أحد علينا بقضايا الإنسانية وقبول الآخر والتسامح لسبب بسيط جدا، وهو أن هذه المعاني جميعها من صلب ديننا الإسلامي الحنيف وعقيدتنا الجميلة. اليوم في دربنا الجميل هنا في كردستان بنزور اثنين من أشهر الأقليات في كردستان، وهما أقليتي الأقلية المسيحية الكلدانية والأقلية الأزيدية. نتعرف عليهم عن قرب في هذا الدرب ونطبق قاعدة دروب لتعارف. الأولى، اسمع من الشعوب ولا تسمع عنها. المسيحيين في هذا الجزء من كردستان هم أحد أقدم الشعوب المسيحية في العالم بكل أنواعهم، الكلدان، الآشور، السريان وغيرهم، وكانوا دائماً وأبداً يعيشون بسلام في كنف الإسلام الحقيقي قبل سنوات الأحداث المؤسفة. ونحن الآن نزور أسرة كلدانية مسيحية لنتعرف على هذه الشعوب وأنواعها والفروق بينها. تعالوا معي. أنا بيتكم عمو سالم. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. أسميك عمو شنو؟ أبو شنو؟
ابو سورين. ابو سورين اسمك سالم؟ نعم سالم اسم عربي. احنا لازلنا جزء من الوطن العربي اكيد، والاسماء العربيه اخذت حيز في تسميه شعبنا، ولو منطقه المنطقه الاقليم كردستان فتره معينه اخذت اسماء عربيه، قبلها فترة أخذت أسماء أجنبية مع الاستعمار الإنجليزي البريطاني كان موجود هون. نعم. أسماء إنجليزية بالستينات أيضاً رجعت الأسماء العربية إلى تسمية الأسماء. بالسبعينات بعد اتفاقية آذار بين البارزاني الأب وبغداد رجعت الأسماء، بدأت الأسماء الكردية في ترجع المنطقة. بالثمانينات منعت الأسماء الأجنبية من قبل السلطات العراقية، بس بعد 91 وتأسيس حكومة الأقليم في 4/7/92 صارت حرية بالتسمية، كل مكون بأسماء اللي يريده هو. يريده. عمو سالم إذا تكلمنا قليلا عن نقطة، إحنا يعني برامجنا اسمه دروب ولنا تعارف، إن آية قرآنية تقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا حتى نتعرف على بعض. أنا بس أريد أفهم، لأن إحنا نعرف إن قصص كثيرة يعني يحزن لها الواقع والأنفس، إن كان هناك اضطهادات وكانت هناك بعض الصعوبات، بس أنا أريد أسأل حقيقة واحدة، أنتم كقوم يعيش في هذه المنطقة حياتكم مع المسلمين وحياتكم مع الأقوام الأخرى والشعوب الأخرى سابقا والآن كيف تقارنها وكيف تشوفها؟ يعني أي ماكو مكون من مكونات المنطقة هو ضيف دخيل على المنطقة. كلنا وصلاء، كلنا أبناء المنطقة، ما حد من عندنا جاي ضيف وما حد من عندنا جاي بإيجار بناء. جميل. كل واحد كلنا بلدنا هذا. فاختلفنا بالأديان، صارت مشاكل، لكنه ما الله في اليوم خلى مشكلة بين طائفة وطائفة وقومية ودين ودين وشخص وشخص. اللي سواها أنا وأنت سويناها. أنا أريد أحكمك، أريد أضطهدك، أريد أسيطر على مالك وحلالك، اضطهدتك تحت تسمية دينية، تحت تسمية قومية، تحت تسمية طائفية، هي هذه اللي جابت المشاكل وسوت الحدود السياسية بيننا وبين غيرنا. وإنما الله سبحانه وتعالى جعلها حتى تكون بالعكس، يعني هذه هو الله، هو الله رب العالمين، لو رب المسلمين أو رب المسيحيين أو رب اليهود، رب العالمين، رب العالمين كل عالمين. الله أكبر. تماشياً مع رسالة دروب لتعارفوا، أنا قرأت وسمعت عن طائفة غامضة ومغلقة نوعاً ما وهي الأزيدية، ولهذا في ناس كثيرة على مدى التاريخ نشرت إشاعات كثيرة سلبية عنهم بل وعادتهم، ولهذا نحن أتينا بأنفسنا لهم حتى نتعرف منهم ونتأكد إن كانت تلك الإشاعات حقيقية أم كانت ظالمة. تعالوا معي. احنا طبعا مثل ما قلت انه احنا الان في بيت الإمارة بالنسبة للإيزيديين. نعم. كل الديانة الإيزيدية بالعالم عندها امير واحد اللي هو الامير تحسين سعيد علي بك، هو امير الإيزيديين في العراق وفي كردستان وفي كل العالم. واليوم كونكم كحفيد إلى الأمير، كيف يحدث ذلك؟ يعني كيف تصبح الإمارة لديكم؟ أستاذ علي نتشرف بوجودكم طبعاً. بارك الله. الإمارة وراثة يعني طبعاً. يومكم هم يجوز هيك مو؟ نعم لا يعني إذا كانت نتكلم عن المشيخة أو النظام المملكة أيضاً. نظام الإمارة وراثياً يعني. نعم هذا بالنسبة للدين. لا. ولا على ولا الحكم. لا الحكم. الحكم. لا الحكم. نعم. المنصب الأميري هسه يمنا كيزيدية. نعم. يزيدية. ديني ودنيوي. جميل. ديني ودنيوي. ديني ودنيوي. يعني جميل. كحاكم وكأمير الدين هم. الدين. يعني منصب واحد. وتوارثتموه من أجداد أجدادكم هكذا.
يجوز تقريبا 800 سنه 1000 سنه وقت شيء عادي. يا الله، هل تذكر اجداد يعني اجدادك الذين يجوز اكو بس اي ما تكثرهم بعد وايد سبحان الله سبحان الله. احنا النظام الديانه اليزيديه ديني ودنيوي كامير رئيس المجلس الاعلى لليزيديه سبحان الله الامير. استاذ علي بس الحذاء ممكن ان تنزع الحذاء مالك وبعدين ندخل للمعبد. اي والله الكل قاعد يصرخ هذا جزء من جزء من مراسي يعني من الزياره من الزياره. نعم اوكي دقيقه بس اشيل بابا تشاويش. السلام عليكم. هو سادن المعبد واللي هو يقوم بالإشراف على كل العمل الموجود في المعبد. ما شاء الله. أهلا وسهلا. والفقير حسين هو أيضا السادن اللي موجود المسؤول عن إدارة المعبد من ناحية الضيوف وإلى آخره. فهسه نقوم بجولة داخل المعبد. لباسكم جميل. الله يسلمك. كان زين لابس أنا كذي. حياكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ما شاء الله. أنا أشوف هنا طبعاً بالخط العربي مكتوب عين البيضاء طاووس الملك. نعم. ما أدري هذا أنا أقرأها صح. كان ياسبي يعني باللغة الكردية العين البيضاء. العين البيضاء. نعم. أنا ملك الدموم. الدمومي. الدمومي. سميت سبعة أسومي اسمي مكتوب في الدرباب عين البيضاء حي القيوم. من هو حي القيوم؟ الله. جميل. نعم. وعندما نقرأ. نعم. الطاووس. نعم. كثير من الناس يمكن ما تفهم تقولها يعني قريبين جدا. أحب أن أوضح هذا النقطة. نعم. نعم. فكرة الطاووس ملك باعتبار الديانة الإيزيدية هي ديانة قديمة ومرت بمراحل متعددة. الإيزيديين القدماء في زمن المثرائيين وقبل المثرى كان عندهم إله السماء كان يسموه طاووس ملك. يا الله. بابا طاووس. لكن الاعتقاد اللي صار عند الناس انه طاووس ملك باعتبار يعتقدون البعض انه هو عزازيل. وبالتالي عزازيل هو نفس الشخص اللي رفض ان يسجد الى ادم ولذلك ألصقت هذه التهمة بالإيزيديين بانه هم يعبدون الشيء الفلاني. نعم. اللي احنا بالنسبة لنا ما نذكر اسمه. نعم. لأنه غير محبب ذكر هذا الاسم عند الإيزيديين. لكن الإيزيديين مطلقا لا يعبدون هذا الشيء ولا يؤمنون فيه ولكن الإيزيديين يعبدون الله فقط وهو الإله الواحد بالنسبة للإيزيديين. رائع جدا. نعم. اسمح لي انا فقط ان اؤكد على معلومه. نعم. نحن يعني تم نوعا ما انا فهمت نوعا. نعم. ما من خلال حديثي. نعم. مع الكثيرين. نعم. وهذا واجبنا حتى. نعم. نحن لا نخطئ خطا يعني. صحيح. ويكون. صحيح. يعني جدا يعني. نعم. غبي مثل ممكن نقول. لا أكيد. ان 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 لما نقصد بحرف الشين. نعم. نقصد فيها الكلمه. نعم. الان طبعا انا المفروض اني ما اقولها. نعم. واقول بكل امانه. نعم. يعني عادي. نعم. ممكن. نعم. المفروض اني ما اقولها. نعم. واعتقد ان المشاهدين يكونون اذكياء معانا. نعم. الكلمه التي نحن نقصد فيها. نعم. ذلك المخلوق الذي لم يسجد إلى سيدنا آدم. نعم. احترامنا الآن بوجود أخواننا الإيزيديين معانا هني ينبغي علينا أن لا نقول تلك الكلمة بتاتا. نعم. الآن طبعا هناك أنت قلت اسم آخر قلت عزازيل. نعم. هو الملاك اللي أبى أن يسجد إلى آدم هو عزازيل. عزازيل. اللي هو نفسه. نعم. أي. نعم. أي. فلذلك وأنتم نظرتكم منا ماذا؟ احنا بالنسبة لنا باعتبار ديانتنا هي اقدم من هذه الديانات كلها. نعم. احنا مطلقا ما لنا علاقة بهذا الموضوع
يعني هذا الموضوع صح يعني ما له علاقة بنا. صحيح. يجوز أكو شيء واحد حتى أكون واضح أكثر. نعم. نعم. تدري الإيزيديين قلت لك مرة وبمراحل، المرحلة الأخيرة اللي هي منذ 1000 سنة. نعم. يعني منذ مجيء الشيخ عدي ابن مسافر إلى معبد لالش واستقراره في هذا المكان. الشيخ عدي هو متصوف كبير، حضرتك تعرف الصوفية أو التصوف. نعم نعم. عادة عندهم يعني التعامل العبادة مباشر مع الله. نعم. يعني يعبدون الله مباشرة. نعم. روحانيات كثير. روحانيات. نعم. وأكو مراتب بالصوفية. نعم. إلى أن يوصل إلى درجة القطب. نعم. ويوصل. نعم. إنه هو تقرب من الله جدا. نعم. المتصوفين عادة كانوا يعني هيك عندهم التصور إنه هم يعبدون أو يسجدون بس لله. تمام. فلذلك يمكن كثير من المتصوفة دفعوا الثمن إنه قالوا إنه إحنا بالنسبة إن هذا الملاك اللي رفض أن يسجد إلى آدم يجوز إحنا نقول هذا مو بس هذا يعني مرتكب خطيئة، يجوز هذا كان أيضا موحد لله لأنه يرفض أن يسجد لغير الله. سبحان الله. نعم يعني تفسير. نعم نعم. متصوفين يعني يجوز هذه الفكرة أثرت إلى حد ما علينا على الإيزيديين، لكن بالسنوات مو البعيدة، لكن تبقى حقيقة أكدها الإيزدياتي ديانة غير تبشيرية، ديانة مسالمة، ديانة تتعامل مع كل المحيط، علاقات طيبة مع المسلمين والمسيحيين وكل الأديان الأخرى، والأهم من كل هذا ديانة موحدة وتؤمن بالله الواحد وتؤمن بوجود الجنة وجهنم والحساب واليوم الآخر. على لسانهم. نعم. جزاك الله خير. الله يسلمك. نكمل الدرب الجميل هذا. نعم الله يسلمك. ما تتعزون على العتبة؟ احنا لها قدسية العتبة. السبب الرئيسي. نعم. انه الناس يجون يقبلوها. ايوة. فلذلك ما يدوسوا قبل الدخول، يعني يقبلون الابواب ويقبلونها، فلذلك ما حد يدوس عليها. اذا هني نتعلم في التبادل الثقافي والتواصل الحضاري. احيانا عندما نسافر الى وجهات اخرى حول العالم من بعض الاعراف المعروفة او الطقوس المعروفة او حتى العادات التي لابد ان يعني نمشي عليها، العتبات اذا شفنا رخام وغيرها فعلا بعض الديانات تقبل هذه. نعم. مثل ما بعضنا يقبل القرآن ولا. نعم. يجوز لاحد ان يمسكه. نعم. هنا عندكم العتبة هذه اللي هي من رخام او اي كان. نعم. الجزء. فعلى الشخص اذا اتى يدخل برجله دون ان يقبل. دون ان يدوس عليه. نعم. تمام. بسم الله. إذا أين الآن إحنا؟ هذا داخل المعبد يعتبر؟ داخل. هسه ندخل المعبد. ندخل إلى داخل. هسه ندخل إلى. نعم. المعبد. بس هذا المكان. سبحان الله. أو هذه. كانها ساحة مسجد والله. نعم. هذه الباحة. نعم. هذه الباحة كل الطقوس الدينية. نعم. اللي أثناء الزيارات يتم تأديتها في هذه الباحة. احنا الان في داخل المعبد. نعم. وداخل المعبد موجوده 7 اعمده. الاعمده هي اشاره لملائكه الله السبعه. نعم. ودائر مدائر كل عمود تلاحظ قطع القماش. الايزيديين عندما يجون بمواسم الاعياد الى حجهم الى لالش ويخلوها على رؤوسهم، ومعاهم تكون هناك الموسيقى الدينيه اللي خاصه بالديانه الايزيديه. ما شاء الله. ويتقدموهم رجال الدين إلى أن يجون يعلقون هذه الأقمشة على هذه الأعمدة اللي هي تشير إلى الملائكة. وبالتالي أكو تقليد إنه كل واحد يكون عنده أمنية، ممكن أن يجي، ممكن أن أجي بهذه الحركة. هذا واحد قبلي كان شد هذه العقدة. نعم. فهو كان طلب أمنية، فأني من أفتح هذه العقدة يعني أقول إن شاء الله الأمنية اللي طلبها اللي شد هذه العقدة تتحقق له. وت وفي نفس الوقت هاي فتحت الهيا، وتمنيت من الله
انه هذه الأمنية اللي تمناها ان تتحقق له. انت ممكن ان تفكها وتقول ان شاء الله تتحقق أمنية كاك كريم. نعم جميل. وانت ايضا تشدها وتطلب أمنية اخرى. تمنيت 10 مليون دولار كذي وبعدين انا عشان نتشاطرها مع بعض واقول في قلبي ام اقول جهرا؟ في قلبك. انا اريد ان ابوح بأمنيتي. ممكن اقولها. ممكن ما في مشكله. ما يقولون ممكن، بس انا اريد اقولها لانها من قلبي فعلا، اريدها ان تصل الى كل الشعب الكردي. نعم الله يسلمك. انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يساعد هذه الارض وان يجعلها امنه وتعيش بسلام وبحب مع كل من هم حولها، وان يعيش الشعب الكردي معزز مكرم ان شاء الله، لاننا نحن كمسلمين فعلا نحبكم ونقدركم ونباكم تعيشون ونعيش معاكم في حب ووئام. شكرا. اتمنى الله ان يحقق هذه الامنيه. ليس بالضرورة أن كل شيء ما نحن نفعله خلاص نحن نؤمن فيه، ولكن نحترمه ونجربه. جربنا احتراما وتقديرا إلى ثقافة هذا الدين. البشر مو نفس بعض. هناك من البشر من يرى بأن هذا هو اللي يركب معه وهو اللي يستشعره ويحس أن هذا هو الأفضل له. الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يحكم. احنا الان في زمزم. زمزم اللي هي عين ماء زمزم، اللي تعتبر اهم نقطة في المعبد، وكل ايزيدي يزور معبد لالش يجب ان يزور هذا المكان حتى يكمل زيارته وحجه. وكل واحد يدخل الى هذا المكان ممكن ان يذكر اهله واقاربه وامواته، وبهذا الطريقة يتمنى لهم الرحمة، يتمنى لهم للأحياء السلامة، التوفيق، الأم، الأب، الإخوان، الخوات، الرحمة للمتوفين، لكل البشر بهذا الشكل. سؤالي الآن أستاذ، لماذا سمي زمزم؟ هل لديكم معلومة؟ احنا عندنا معلومة معينة، ولكن هل لديكم انتم معلومة عنها؟ نفس المعلومة اللي هي موجودة عندما كان عندما بدأ يعني شلون محاكاة صوت الماء. يا الله. زمزم. نعم زم المحاكاة. سبحان الله. تعرف حضرتك باللغة يعني. نعم المحاكاة. فمحاكاة الأصوات نفس الشيء. يا الله. هذا صوت المياه بهذا الشكل. صوت المياه. سبحان الله. شلون ممكن زمزم وشلون نقول خرير يعني. خرير. في كثير من الأديان والثقافات الخاصة بكل شعب تجد هناك بعض الأشياء المتشابهة. على سبيل المثال يعني مثلا في الأكل. ما أدري أنتم تأكلون لحم الخنزير إذا أقدر أسأل؟ لا ما تأكلون. بالنسبة لنا محرم يعني. محرم. إذا شو يعني وكيف تأكلون اللحم الثاني؟ تسمونه حلال ولا شو تسمونه؟ حلال طبعاً. تسمونه كذي يعني. اللحم الضان. طريقة الذبح شلون تكون عندكم؟ طريقة الذبح نذبحها بشكل طبيعي حالنا حال الآخرين. سبحان الله. أي. ونسمي بسم الله ونسمون بسم الله ونذبح الذبيحة بهذا الشكل. صيام. نعم. عندكم صيام؟ نعم عندكم صيام؟ عندنا صيام بس مو بشهر رمضان؟ لا اكو مواعيد خاصة لصيامنا. زين. يعني بالنسبة للجميع يكون صيامهم 3 أيام ب3 أيام 6 أيام. الله. متقطعة كل صوم واحد. وبالنسبة للمتعبدين 40 يوم نسميها 40ية الشتاء. طبعا لكل وحدة من عندها أيضا وحسب التقويم الشرقي. نعم. أكو مواعيد محددة. ويتغير على حسب. يتغير حسب التقويم وتغير. جميل. نعم.
يعني أنا بصراحة راسي دار. هذه المنطقة ثرية ثقافياً تاريخياً عرقياً ودينياً حضارياً، لا غرابة في أن يستغل أعداء المنطقة هذه الاختلافات، أكرر لا غرابة في أن يستغل أعداء المنطقة هذه الاختلافات الجميلة والتنوع الجميل لزرع الفرقة والشقاق بين الجيران. طبيعي، هذا طبيعي جداً، لأن كل عدو يدخل إلى أرض يحاول زرع الفتنة والفرقة بين أهلها ضمن ماذا؟ ضمن مبدأ الكل يعرفه، فرق تسد. ولكن الأهم من هذا كله هو نحن وأنتم، الخيار لنا كيف نتصرف في الأزمات. يعني هل تنزع فتيل الفتنة بالتعاون والتعارف والتزاور لتصنع تنوع يشكل لوحة جميلة تفتخر بها أمام العالم والأجيال القادمة؟ أم تنجرف وتسمح بالانفجار وأن يهدم المنزل الذي يعيش فيه الجميع؟ نتأمل قليلاً. درب ملهم بكل تأكيد، متنوع وجميل، تعلمنا فيه في عدة أيام ما لا تعلمه الحروب في قرون طويلة، وتعرفنا فيه على إخوة وأحباب وجيران وأصدقاء فرقت بيننا للأسف الأحداث، ولكن وصية لتعارف الربانية تصحح بإذن الله البوصلة دائما وأبدا، وتصحح مسيرة الدروب لمن أراد السعادة الحقيقية. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في درب ملهم جديد، مع السلامة. إنسان أنا أرى في كل من حولي شعور الأهل والخلة، أوطاني هنا بكل الأرض لي بيت ولي جيران. لولا اختلاف الكون ما ذقنا الجمال، لولا تناغمه لضاق بكل حال.